هل المرأة هي التي تسبب الغواية للرجل أم نظرة الرجل الشرير لها؟ هو الكلام بتاعي كان على تطبيق الواقع التاريخي اللي هو إيه؟ اللي هو أن المرأة هي التي أغويت أولا، ثم يعني الشيطان أغوى المرأة وبالمرأة أغوى الرجل، ده اللي حصل تاريخيا. لكن لما نيجي نطبقه الوقت على الحياة العامة، القاعدة دي يعني غير منطبقة. ليه؟ هل المرأة هي اللي بتغوي الرجل والرجل يا عيني بريء وما بيغويش المرأة؟ ما أنا قلت في وسط الكلام، قلت الرجل يغوي بالكلام والمرأة تغوى من ودنها والرجل يغوى من عينيه. فلا، هو طبعا الرجل الآن بعد ما الكل سقط، فالرجل بيغوي بالكلام كما تغوي المرأة بالمناظر والحركات والكلام ده كله يعني.